المحفظة الاستثمارية أحد مفاهيم الاقتصاد التي تهم كل الأفراد والمؤسسات، وإذا ما رغب في تنويع مصادر الأرباح والحد من المخاطر المالية. قد تشمل المحفظة الواحدة أسهما وسندات في صندوق واحد أو أكثر من صندوق، أو تتوزع بين الأسواق وكذلك في دولة واحدة أو أكثر لتحقيق أهداف المحافظة الاستثمارية. ويجب لتحقيق هذه الأهداف أن تدار بطريقة صحيحة، أي يتم اختيار الأسهم والسندات التي تضمن أقل نسبة مخاطرة وأعلى فرصة لتحقيق عائد وأرباح كبيرة. لكن غياب ثقافة الاستثمار لدى شرائح واسعة جعل مفهوم المحفظة الاستثمارية غير رائج، وربما أمرا مستغربا لدى كثيرين. معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي عمرو عبدو. صباح الخير. صباح الخير نانسي. صباح النور. يعني أولا خلينا نشرح ما هي المحفظة الاستثمارية. المحفظة الاستثمارية هي بيزيكلي حساب استثماري بيكون فيه أصول استثمارية تدر عائد على صاحب هذه المحفظة، ويكون دائما فيها في الغالب أكثر من أصل واحد. ولكن يعني لما نتكلم عن محفظة يجب أن يكون عندك فلوس حتى تحطها في هذه المحفظة. نعم. فيجب أن نعود خطوة إلى الوراء. أيوة. ونتكلم عن توفير، بعد التوفير نتكلم عن وضع الفلوس. نعم. في المحفظة. جريب بكل تأكيد احنا في حلقات ماضية اتكلمنا على يعني اولا المحفظة، خلينا نعتبرها مثلا مثل العمارة. قبل بناء العمارة لابد ان يكون هناك في الاساس اللي هو غير مرئي. ما هو الاساس؟ هو اولا يكون في ميزانية بحيث انه يكون في فائض في هذه الميزانية. الشيء الثاني انه كم يجب فائض؟ فائض نركز على فائض نانسي. الناس عم تتجه مباشره للاستثمار بالمالها الاساسي يعني. نعم. وتكلمنا ايضا في موضوع الميزانيه انه حقيقه لو الشخص عنده العزيمه يمكن ان يعني يوفر على الاقل حوالي 10 الى 15% من مصاريفاته، ويمكن هذه المال الاضافي يضعه في 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 صندوق الاستثمار. الانطباع الخاطئ جرير ايضا انه لابد ان يكون عندك مبلغ كبير جدا عشان نبدا الاستثمار. حقيقه هذا انطباع خاطئ جدا جدا. يعني اغلب الحسابات ممكن تبدا مثلا ب $1,000، واللي هي يعني افتكر انه معظم الناس ممكن اذا حتى ما عندهم ممكن في وقت قليل جدا ان يجمعوا هذا المبلغ. احديك مثلا مثل في استراليا. استراليا بعد الازمه العالميه بعد 2008 2009 العالم وعالم الاستثمار والمال والاقتصاد والاسواق الماليه تغير بشكل كبير جدا. استراليا عملت قانون انه لازم 9% من المرتب يكون في محفظه استثماريه للمعاش، ف يعني الريتايرمنت التقاعد. نعم. صندوق ادخار. صندوق يعني هذا بالقانون لازم 9%. موجود في كثير من الدول العربيه. ايوه لكن ما يعني هذا الزامي. لكن الحقيقه ايضا عملوها انه سمحوا للاشخاص اداره استثماراتهم بنفسهم، وهذا نجح جدا. متوسط العائد من في الثمانية سنين اللي فاتت بالنسبه للاستثمارات الشخصيه كان 8%، في حين انه متوسط العائد للبروفيشنالز كان حوالي 5% فقط. فاولا الواحد يثق في نفسه انه ممكن الواحد يعلم نفسه طريقه الاستثمار. الحاجه الثانيه انه في الوقت الحالي حقيقه عندنا ادوات ممتازه جدا وكثيره جدا، والبارير اوف انتري انه دخول عالم الاستثمار يعني غير مرتفع وغير يعني مستحيل. أسهل طريقة لبناء المحفظة حتى بمبلغ محدود، يعني نحن نتكلم مثلا على خلينا نقول 10,000 درهم مثلا، طيب إنه أو حتى 5,000 درهم، إنه أولا يعني فتح حساب مع شركة وساطة يكون يسموها مالتي أسيت، يكون عندهم كل الأصول المالية، وفي في البلد اللي أنت فيها دائما الشركة لازم تكون مرخصة من المكان اللي أنت موجود فيه. إحنا هنا مثلا في الإمارات في شركات كثيرة جدا ومرخصة كلها من إما البنك المركزي أو من هيئة السلع والأوراق المالية، وسحب الإيداعات يكون أيضا في البلد. دي مهمة جدا من ناحية الأمان، من ناحية الكاونتر بارتي. بعد كده طيب كيف إحنا نحدد أي الاستثمار مثلا جيد؟ دائما بنبدا بما يسمى بالبنشمارك. البنشمارك اللي هو عالميا بيكون الاس ام بي 500. دائما بنسمع على الاس ام بي 500 اللي هي اكبر 500 شركه في الولايات المتحده بابليكلي تريدد. اسهل واحسن طريقه للدخول في الاستثمار حتى لو انا ما عندي اي معلومات انه ما اشتري مثلا اصل واحد او سهم واحد، انه انا اشتري تنويع يعني. اشتري حتى كيف، لكن التنويع اصلا كيف من غير ما انا اعرف، انه اشتري ما يسمى بالاي تي افس اللي هي الاكستشينج تريدد فاندز. هذا منتج صدى يعني بدا انتاجه في سنه 1993، واول اي تي اف كان الاس بي واي اللي هو بيمثل ال 500 شركه في مؤشر الاس ام بي 500. يعني مثلا ممكن نانسي انت تشتري الاس بي واي ويعطيك انكشاف استثماري على اكبر 500 شركه في الولايات المتحده. مين وان انا لو عاوز يكون عندي نفس هذا الانكشاف لازم امشي اشتري 500 سهم مختلف. فالاي تي اف يعني صارت هي
يعني الخيار الأمثل. حتى كان في الفازي أعطيك حل أسهل، نعم، خلي حتى يستثمر عني. ده برضه سؤال، خلي شخص يعني فهمان زي حضرتك استاذ عمر بعطيك الفلوس وانت اشتري. بس في مشكلتين جرير في هذا الموضوع. اكثر حاجه بتضر المحفظه الاستثماريه والعوائد على المحفظه الاستثماريه هي التكاليف. فبالتالي انت اذا اعطيت زمام الامور لشخص بروفيشنال هياخذ منها على الاقل 2-3% من بنحاول نزيد المبلغ. ما انا اعطيتك الان بالاحصائيات انه حقيقه ما يسموا بالبروفيشنلز يعني هم عندهم نفس الـ الاحتماليه لانجاز عوائد ممكن انت تنجزها بنفسك. يعني بيزيكلي المصاريف اللي انت حتدفعها لو دفعتها في تعليم تثقيف نفسك انت استثماريا حيكون احسن لك كثير. ايضا اذا تكلمنا على الاصول، هناك طبعا عندنا مثلا الاصول الخطره. طيب مثلا اخطر حاجه مثلا في الوقت الحالي هي مثلا العملات المشفره، او حتى لما تتدرج في سلم المخاطر كل ما المخاطر زادت طبعا كل ما العائد زاد. الاصول الخطره ما بالضروره هي اصول سيئه، يعني مثلا عندنا في الاقل خطوره واللي هي الاقل عائد مثلا هي السندات الحكوميه وسندات الشركات، هذه دائما ما تعطي كثير. ولكن في مثلا بعض الشركات زي مايكروسوفت مثلا ممكن تعطي 4%، في حين انه في مثلا سندات اليابان تعطي تقريبا 0%. فايضا في هذا ممكن الواحد يختار السندات او الاصول التي تعطي عائد ما بطال. اذا شخص متحفظ ممكن ان مثلا يخصص حوالي 60-70% من حجم المحفظه لهذه الاصول الامنه، ال 30% الثانيه ممكن يتدرج في سلم المخاطر وايضا اللي هو العوائد زي الاسهم. كيف يعني كيف يتمكن من ضمان عدم الخساره؟ يعني هل هناك امر مضمون ام انها مخاطره؟ اذا مثلا قلت يا اخي انا متحفظه ما عاوز اخسر ولا مليم، اذا ما عاوز تخسر ولا مليم اذا في هذه الحاله يمكنك الاستثمار في السندات الحكوميه او سندات الشركات، والسندات الحكوميه هي اضمن. ليه سندات الحكومات؟ لانه سندات الحكومات بتضمن اذا استثمرتي $1,000 انت حيرجع لك $1,000 زائد اللي هي العوائد، فهذه دي اضمن حاجه. لكن زي ما قلت لك يعني لازم انت تختاري السندات اللي تعطيك بعض العائد، لانه معظم السندات تعطي مثلا 1-2% فقط ما اكثر من كده. أيضا يعني عندما نتحدث عن محفظة استثمارية، يعني كما نعرف كل أمور اليوم نجريها حتى المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، أنا أتحدث عن محفظة استثمارية يعني نتوجه إلى مؤسسة مالية معينة وننشئ محفظة استثمارية أو عبر حساب على الإنترنت، يعني هناك الكثير اليوم من المنصات المخصصة لذلك. هذا صحيح. أكثر طريقة كفاءة من ناحية المصاريف ومن ناحية السرعة هي أنك تنشئي الحساب في مع شركة يكون عندها منصة في الإنترنت. ليه؟ عشان ما كل شوية أنت تمشي مثلا شخصيا تضيع وقت. أو بس مهم جدا اللي حكيته، شركة لديها منصة نعم على الإنترنت. أيوة بالضبط. هذه وفي كثير يعني في أصول موجودة، في شركة حقيقية. أيوة طبعا موجودة. لازم يكون في شركة حقيقية، لازم يتأكد من التراخيص، والتراخيص التأكد سهل جدا مش من الشركة، لكن أنت وين مرخصين؟ في البنك المركزي. اتصل بالبنك المركزي أو على الموقع، دي مهمة جدا. بس هذا قليل موجود في العالم العربي على سبيل المثال. هذا موجود بالإمارات مثلا ومرخص وإمكانك الذهاب وأنت شهادة الشركة. صحيح. لكن باقي الدول يعني كلها أوفشور وأنت ما بتعرف. ممكن ما في شركة أصلا يعني. صحيح. الحاجة الكويسة مثلا بالنسبة للعالم العربي إنه مثلا الإمارات كمركز مالي ممكن حتى الأشخاص اللي هم برا الإمارات يفتحوا حسابات مع شركات داخل الإمارات، فدي سهلة جدا، وحتى بتتعامل بالإنترنت من غير ما الشخص مثلا يجي هنا، بس بيرسل أوراقه الثبوتية. الشيء الآخر إنه دائما يعني قوة السؤال، الواحد لما يسأل إنه أسأل ويعني سوف يستجاب لك. دائما إذا أنا ما عندي أي خبرة لكن مثلا اخترت شركة جيدة ممكن أتصل بالشركة وأقول لهم يا إخوانا أنا عاوز أفتح معكم حساب بس ما عندي أي خبرة. الشركة نفسها عندها دائما أقسام أو أشخاص متخصصين في تدريب أو تعليم. طيب. العملاء، فالواحد لازم يستفيد من هذه الموارد. شو رأيك بالمنصات الاستثمارية التي توصف على أنها منصات تواصل اجتماعي؟ هناك بعض التطبيقات تقوم بتحميلها وقد تكون يعني ليست موجودة الشركات في البلاد التي أنت موجود فيها، وهي كفيسبوك فيها نيوز فيد، فيها أخبار تصلك أين تستثمر أين لا تستثمر، تقوم بمتابعة أشخاص معينين وكأنك يعني على صفحة تويتر أو فيسبوك. ده سؤال ممتاز فعلا. وممكن أن تنسخ ما يقوم به شخص آخر يدير أرباح على نفسه. هذه فعلا في شركة ومن أول الشركات أنا كنت قابلتهم كمان في نيويورك اسمهم زولو تريد، اللي هم زي ما قلت التداول الاجتماعي. هذا الطريقة ظهرت في يعني تقريبا في 2004-2005. في كتاب اسمه The Wisdom of the Crowd. طيب هذا الكتاب بيزيكلي بيقول انه لو اخذت مجموعة من الناس كبيرة 1000-2000 شخص يعني في الغالب متوسط رأيهم حيكون هو الصح. فبالتالي هذه ايضا استراتيجية، يعني
ويعني ممكن تعملها، ولكن مكشوفة لمن يود أن يتلاعب هي ممكن لكن مثلا أيضا أنا أو إحنا ما ننصح به إذا ممكن جزء من المحفظة بسيط تحطه في هذا النوع من المنصات. وهذا كله المفروض يكون قبل شهر رمضان بفترة طويلة حتى تجهز لرمضان، في عزائم، في مصاريف، في تكاليف، في عيد كمان. نعم، نتمنى لك رمضان كريم. الله يكرمك. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. شكرا لك عمرو عبدو الخبير الاقتصادي. شكرا ناسي.